بما اننا اتكلمنا عن المقاولين، فقبل الختام معانا على التليفون الكابتن ايمن زين، نجم من نجوم الكره المصريه وهو طبيب نادي المقاولون العرب. كابتن ايمن، اهلا وسهلا بيك، منورنا. اهلا وسهلا بيك كابتن هاني، اهلا وسهلا بحضرتك ورمضان كريم عليك الله وعلى كل اكرم، المشاهدين. منور الدنيا كلها. كابتن ايمن، يعني منجا، لان الخبر كمان والاصابه جت بعد يوم او حاجه من اصابه رفعت، فالناس قلقت قوي. طمنا الاول على حاله منجا وايه اللي حصل اساسا في البدايه. هو منجا الحمد لله زي الفل، كويس، وخرج النهارده من المستشفى. هو كان خد خبطه في دماغه كده، فعمل نوع من انواع الارتجاج. ولما بيحصل نوع من الارتجاج فبيحصل ان هو ممكن يفقد الوعي، فهو لسانه اتقلب يعني، لسانه بلع لسانه يعني. والحمد لله احنا لحقناه في الملعب وتعاملنا معاه، وخرج من الملعب على المستشفى. لازم يقعد طبعا في تحت الملاحظه. قعد 48 ساعه تحت الملاحظه في المستشفى عندنا. طبعا احنا عندنا ميزه الحمد لله ان احنا عندنا مستشفى بتاعتنا جنب الملعب، مستشفى متخصصه جدا يعني. الناس عملوا له كل الانفستيجيشنز وعملوا له كل حاجه. والحمد لله قعد يومين 48 ساعه تحت الملاحظه وخرج النهارده الحمد لله. الحمد لله. وهيرجع التدريبات امتى؟ والله بص، هو الهيب تروما دي ليها بروتوكول يعني، مش قبل 6 ايام. تمام. عشان يرجع يشارك تاني مع التدريبات يعني. بس هو فيزيكال دلوقتي كويس، او ما فيش اي حاجه، انما احنا بنحافظ عليه يعني. تمام، مفهوم. هل ده في اي تشابه ما بين اللي حصل لمانجا واللي حصل لرفعت، ربنا يشفيه؟ بص، هو طبعا في تشابه طبعا، ان حاجه كل الحاجات دي حاجات ايمرجنت يعني، في حاجات الطوارئ ميديسين. في ايمرجنت منها الكونكشن اللي هو الارتجاج، او سادن كاردك اريست اللي هو وقف عضله القلب، او كسر مثلا في الفقرات العنقيه، او كسر في العمود الفقري. كل الحاجات دي بتندرج تحت حاجه اسمها ايمرجنسي اللي هو الطوارئ الطب الرياضي. الحالات دي مش كتيره طبعا، واحنا للاسف ما شفناش كتير. بس انت لازم تبقى الدكتور يبقى عنده معلم يعني علم بالحاجات دي، واوير ان هو يقدر يتعامل مع الحاجات دي. لان يعني بصراحه يعني حياه اللاعب وصحه اللاعب والجهاز كله بتبقى معتمد عليه. مفهوم. فانت لازم رقم واحد لازم يبقى عندك معلومه عنها. طبعا البراكتس فيها مش كتير طبعا، لان الاصابات دي ما هياش كتيره. مفهوم. بس لما تبقى عندك معلومه على الاقل تقدر تعمل يعني تريت ايه، تقدر تساعد الناس. لان انت لو مش عارف لا قدر الله ممكن في لحظات صغيره الدنيا تختلف. صح. طيب، من خلال وجودك الدائم في الملاعب دكتور ايمن، هل بتنصح بتكثيف او زياده المعدات، او شايف ان في حاجه معينه او اداه طبيه معينه مش متوفره لابد من توافرها علشان نستغل الوقت في حاله حدوث الاصابه بدل ما نتاخر شويه؟ بص يا كابتن هاني، الموضوع ده مهم جدا جدا. هي عندك شقين. الحاجات دي مهمه جدا جدا. وكمان كفاءة الأجهزة اللي بتشتغل على الحاجات دي. خلاص، الطب كل يوم بيتقدم، كل يوم حاجة جديدة بتتعمل. أنت عارف إريكسون بيلعب دلوقتي بجهاز داخلي لتنظيم نبضات القلب، لو لا قدر الله حصل له زي ما حصل أول مرة، أوتوماتيك الجهاز ده يشتغل حتى من غير ما يخش له أي حد. الكلام ده ما كانش متاح قبل كده. فالأجهزة الطب كل يوم في تقدم، الطب كل يوم في جديد. تمام. فالحاجات دي طبعا لازم تبقى احنا مواكبين ليها. ولازم برضو بص، انت الدكتور مهما كان الدكتور اشتغل وعلى عنده خبره، لازم يواكب الحاجات الجديده. فالحاجات الجديده دي لازم يتعمل مؤتمرات سنويه لكل الدكاتره. انت مش لازم الدكتور يجتهد من نفسه ويحضر هنا ويحضر هنا ويحضر هنا. تمام. لازم يبقى لازم برعايه المسؤولين عن الرياضه المصريه. لازم يا فندم. لازم مؤتمرات دوريه بتحصل تثقيفيه. وبعدين انت اذا كان انت عندك في الدوري الممتاز كده، انت امال عندك ايه في الدرجه الاولى والثانيه والثالثه والناشئين؟ يعني مزبوط. اكيد في بلاوي بتحصل تحت برضه. دور التعليم مش بعيب على الدكتور. ما هو الدكتور ممكن ما يلاقيش المكان اللي يقدر فيه يأهل نفسه، يبقى عنده خلفيه على الحاجات دي. كل ده بيشتغل ومجرد مستغل في مكانه وخلاص. مفهوم. فدور المسؤولين الوزاره او الاتحاد او كده، لازم دورات سنويه ولكل الاجهزه مش الممتاز بس. هل اللاعبين نفسهم كمان بيحتاجوا لنوع معين من التوعية على مستوى التغذية، على مستوى عقاقير، على مستوى يعني أي مواد بيتناولوها، أو حتى أي أغذية بياكلوها دكتور؟ طبعا. لا، ده أصلا في الدوبنج أصلا
اي اللعيب مسؤول عن اي حاجه تخش الجوف، حتى لو جاء قال لك الدكتور الثاني ده هو مسؤول برضه، يعني حتى اللعيب ما بقاش ليه عذر مثلا لو قال لك الدكتور الثاني ده بيتوقف برضه. مظبوط. فاللعيب يعني انا عندي اللعيبه قايل لهم حتى من اول ما جيت من سنتين، اي حاجه ياخدها اي دواء، لان في ادويه برضه الناس تاخدها ما عندهاش اي خلفيه وتفاجئ ان ده دوبين، فهو لازم اللعيبه تبقى اوير بكل حاجه بتاخدها، لان السبلمنت كتير دلوقتي، حاجات كتيره وبتتاخد حاجات كتير، يعني تحت السلم حاجات بتتباع بره في سوبر ماركت، بره ما بتتباعش حتى في صيدليه، بيجي تاخد يقول لك ان جايبها من بره. كل طب كل هتكلم بابسط حاجه، القهوه الدكتور ايمن بيتكلم مع لعيبته بتنظيمها، تنظيم تناولها، ولا القهوه دي قهوه اي حد بيشرب قهوه الكافيين براحته؟ الكافيين ليه نسبه، تمام. لما بتزيد عن الحد ممكن تعمل تسرح درجات الالم. عشان كده انا ما بحبش ان اللعيب ياخد في قبل كده سبلمنت الكافيين وكده يشرب قهوه ويشرب تاني قهوه، لان النسبه بتزيد يعني قوي. ها، لان النسبه بساعتها بتبقى كتير اكتر من اللازم، وتعمل مشاكل. طبعا. بشكرك يا دكتور ايمن على وجودك معانا، وربنا يطمنكم، وحمد لله على سلامه منجا، وربنا يطمننا على رفعت. يمكن رفعت بتواصلنا مع مصدر طبي